بدء الجلسات الوطنية أو جلسات الحوار الوطني تحديدا لمناقشة المحور الاقتصادي. الحقيقة أن المحور الاقتصادي هو الأهم في هذا التوقيت إذا كان من خلال الوضع في الشارع أو تحركات الحكومة لاحتواء هذا الوضع. رأي حضرتك إيه؟ رأيي أنه دي يعني من أجمل النقاط الإيجابية اللي اتخذها الرئيس السيسي هي حكاية الحوار الوطني لمناقشة الوضع الاقتصادي يعني في كل المجالات. ما تبتي الوقت أنت في الصناعة بتناقشي كذا حد يعني متخصصين وعلماء ويعني ووزراء وسياسيين بيشوفوا إيه الصناعة اللي ممكن توطنيها توطين الصناعات هنا بدل ما تستوردي مثلا. لأن أكتر شوفي دايما الآراء لما بتتعدد وبتبقى بحسن نية وناس جايين عشان يخدموا البلد لأن في رئيس طلب منهم إن هذه الخدمة إن هو يجندوا إمكانياتهم وثقافتهم وخبرتهم وعلمهم وكل حاجة لصالح مصر. فكل ده بيدي حافز بيتناقشوا إنه تشوفي أنت في المجال الصناعي مثلا ممكن تعملي إيه أكتر من اللي موجود لأنه ما فيش حاجة بتقف دايما في تقدم وإلا يندحار اندثار. فالحاجة التانية مثلا في الزراعة يعني أنت عندك النهاردة مش ممكن اللي أنت بتستخدميه النهاردة هو هيكون اللي بتستخدميه في السنين اللي جاية بنفس القدر لأنك أنت كل سنة كمان بتزيد 2.5 مليون. نعم طبعا عبال ما ربنا يفتح على جماعة بتوع يعني بتوع الدين وبتوع المعلومات وبتوع الاجتماع كل ده لأنه كله لازم يصب في صالح بلدنا وفي صالح حياتنا الكريمة. يعني أنا لما أبقى عندي ما يكفيني وكمان بصدر منه زي ما دلوقتي الحوار الوطني متجه دي حاجة. بس يعني هل لاحظتي أنه الأستاذة فريدة أنه القائمين في الدولة الحكومة يستمعوا إلى ما يخرج من الحوار الوطني لأنه الحقيقة في المحور الاقتصادي والسياسي وهو لا خرج الكثير من الأفكار البناءة جدا لأنها طبعًا من خبراء ليس لديهم أي مصالح طبعًا. فإلى أي مدى حضرتك لاحظتي أنه في استماع لهذه المناقشات؟ بس هو كان في انتظار ليها والانتظار بقى خلي الوقت الناس تشوف طب دول لما اجتمعوا إيه اللي بيطلع منهم. لازم بيطلع منهم فوائد لازم يعني مش ممكن ناس على هذا المستوى من الخبرة والعلم والسياسة وكل ده ويطلع في الآخر ما هم مش عارفين البلد دي محتاجة إيه. خدي بالك إن كتير دلوقتي وأنا دي من النقاط الإيجابية جدا اللي بدأوا يتكلموا عن الجشعين والمخربين واللي بيبقوا يعني بلا عندهم ما عندهمش إحساس بأنهم بيتعاملوا على أنهم بني آدمين لا بيتعاملوا على أنهم حاجة عالية ما حدش يقدر يقرب لهم وهم بينكدوا على المصريين يعني يبقى في حاجة مثلا ما تلاقيهاش البضاعة دي ما تلاقي السلعة دي ما تلاقيهاش تلاقيها عندهم في المخازن. بس اللي بيحصل دلوقتي بيخلي كل خططهم تقع في الأرض زي. حتى شفنا احنا في الدولار مثلا لما كانوا وصلوا الدولار لتقريبا 70 جنيه. بس وضع المضاربات على الدولار في السوق السوداء اعتقد بيختلف عن الاسواق وما يحدث فيها استاذه فريده ولا حضرتك شايف انه هي نفس الامر؟ لا هي نفس الحكايه. ازاي؟ انا النهارده لما يكون مثلا يعني عندي سلعه معينه عندي حتى خضار معين وتلاقي زي ما عملوا في البصل يروحوا واخدينه ومخزنينه عندهم فاللي بيفضل قليل يبقى الزحام عليه فظيع ويبقى ارتفاع الأسعار بقى من المحتفظ بيه أنا بعتبر سرقه يعني. بس في دلوقتي يعني في مجلس النواب انتوا يمكن سمعتي ان امبارح كان في يعني اصدار قانون ضد بتوع السوق السوداء وضد اللي بيشيلوا السلع من السوق عشان يجننوا المصريين. دول مش ممكن يكونوا بني ادمين لأن البني آدم لما بيحس إن بلده عايزة حياته بيديها لها. لكن لما البني آدم ياخد من حياة الناس لا والتجار ظهر وضعهم مختلف في موضوع الوطنية طبعا. بس الحمد لله طبعاً إن بدأ يبقى فيه يقظة وبدأ يبقى فيه أنت عارفة الأول كان فيه كده مش تعاطف بس فيه نوع من يغمضوا عينهم يعني معلش بقى غلبان بتاع لا مش غلبان دلوقتي ما فيش حد ضد القانون
إلا لما يتحاسب ويتحاسب بقوة. يعني فأنت عندك النهاردة المجال الزراعي والمجال الصناعي والمجال الاقتصادي، يعني أنت بتشوفي كل حاجة في مصر ممكن استثمارها لصالح البلد ولصالح أنها تجيب عائد. دي حاجة يعني لما يبقى فيها صفوة المجتمع المصري كله بيشترك في ده 100%، أنا وأنا مغمضة كده أقولك هنوصل لأحسن نتائج ممكن. وشوفي الناس أنت كل اللي مشتركين في الحوار الوطني كلهم حماسة وكلهم حاسين أنهم مسؤولين من قيادة.